أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبزوغ مشروع جلالته الإصلاحي شكل نقلة نوعية في المسيرة الإعلامية وترسخت من خلاله قيم ومبادئ حرية الرأي والتعبير. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الندوة الحوارية التي حملت عنوان البرلمان والإعلام من أجل مجتمع واعٍ، والذي أقيمت صباح اليوم عن بعد التعاون بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية بحضور سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية. ورأى معاليه ضرورة وجود تشريع وطني عصري ويتواكب مع التطور المتصاعد في مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا أن مجلس الشورى وكما حرص وتعمق في دراسة وبحث مختلف التشريعات والقوانين طيلة الفصول التشريعية السابقة مع مضاعفة جهود المجلس عندما يحال قانون الإعلام والصحافة الجديد إلى السلطة التشريعية ويأخذ دورته التشريعية وفق الدستور والقانون، وذلك انطلاقا من المسؤولية والواجب تجاه مجال مهم وحيوي يعد من أحد ركائز بناء مجتمع واع ومثقف ويدرك مسؤولياته وواجباته الوطنية. وبين معاليه أن الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى تعد شريكا أساسيا للسلطة التشريعية، مثمنا الصفحات المتخصصة والمساحات التي توفرها وسائل الإعلام من أجل التأكيد على الإعلام البرلماني. من جهته أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام أن تنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية لهذه الندوة ضمن برنامج مهارات برلمانية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يأتي في إطار الالتزام المشترك بالتوجيهات الملكية السامية بشأن تكريس القيم والمبادئ الديمقراطية ودعم العمل البرلماني المسؤول وفقا للدستور ومبادئ الميثاق الوطني. كما أعرب سعادته عن الاعتزاز بالشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدعم من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يرتقي بالمسيرة الديمقراطية والتنموية المستدامة في ظل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار وسيادة القانون. وبين سعادة وزير شؤون الإعلام أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وحرصا على تفعيل دور الإعلام الوطني بما يواكب أحدث المستجدات التقنية والمهنية لا سيما في مجال الإعلام الإلكتروني، وافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها في إطار الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات الأسرة الإعلامية نحو صحافة مستنيرة وإعلام وطني مسؤول وشريك في الذود عن أمن الوطن وتعزيز مكتسباته الديمقراطية. تأتي هذه الندوة في الوقت التي تزداد فيها المسؤولية الوطنية على المؤسسات الإعلامية، خصوصا مع تنامي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ووجود العديد من التحديات التي تتطلب التعامل معها بشكل محكم وتحويلها إلى فرص لتطوير الأساليب الإعلامية في التعاطي مع مختلف القضايا والموضوعات. وقد شهد إعلامنا قفزة نوعية على يد الأخ العزيز سعادة الأستاذ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، وهو يعمل جاهدا على الارتقاء بإعلامنا بشكل مستمر لكي يصل إلى المستوى الذي نطمح له جميعا، فأوجه له خالص التحية والتقدير على هذه الجهود الطيبة. الأخوة والأخوات، إن المسيرة الإعلامية في مملكة البحرين التي تمتد لأكثر من 80 عاما شهدت العديد من المحطات المضيئة التي تستحق الوقوف عندها، وبزوغ مشروع جلالته الإصلاحي والذي شكل نقلة نوعية في المسيرة الإعلامية وترسخت من خلاله قيم ومبادئ حرية الرأي والتعبير، ورأينا كيف ازدهرت الصحف ووسائل الإعلام وتأسست العديد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر والطباعة، وهو الأمر الذي نعتبره جزءا من المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، خصوصا
مع صدور قانون 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وهو الإطار القانوني الذي فتح مجالات واسعة لممارسة العمل الإعلامي والصحفي بشكل خاص، تحدد واجبات ومسؤوليات دور النشر والصحافة والطباعة. إنه لمن دواعي سرورنا تنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية لهذه الندوة ضمن برنامج مهارات برلمانية مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، في إطار التزامنا المشترك بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، بشأن تكريس القيم والمبادئ الديمقراطية ودعم العمل البرلماني المسؤول وفقاً للدستور ومبادئ الميثاق العمل الوطني. معربين في هذا الصدد عن اعتزازنا بالشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدعم من صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يرتقي بالمسيرة الديمقراطية والتنموية المستدامة في ظل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار وسيادة القانون وفقاً لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 والرؤية الاقتصادية 2030. نؤكد في المعهد مواصلة فعاليات هذه السياسة في نشر الثقافة البرلمانية والقانونية بالتعاون مع مجلسي الشورى والنواب والمؤسسات الإعلامية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومنتديات ومحاضرات وتشجيع البحوث العلمية واستدامة برامج هذه البرامج عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. إن الإعلام الوطني بجميع قنواته المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية حريص على تأدية رسالته التنموية والتنويرية في تعريف الرأي العام بدور البرلمان وإنجازاته التشريعية والرغابية عبر مختلف المنصات الأخبارية والرقمية، من خلال بث الأخبار والتقارير وتغطية الجلسات وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية الحوارية بمشاركة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بما يعبر بصدق وموضوعية عن الإرادة الشعبية ومواقف المواطنين إزاء القضايا الوطنية والدولية.